من ضمن الأسئلة، هل ممكن أخد بكالوريوس تاني إدارة أعمال؟ مثلا أنا لو أخدت بكالوريوس تجارة محاسبة، يعني اتخرجت من شعبة المحاسبة، بس أنا عاوز أقدم على شعبة إدارة أعمال، it's useless يعني عديمة القيمة، هل ينفع ولا لأ؟ يعني في بعض الجامعات بتقولك في حاجة اسمها إعادة تشعيب، إنك بعد ما تتخرج ممكن تعيد السنة دي تاني وتدخل، ولكن دي في جامعات محدودة، وإن كانت أنا أعرف أو أعتقد إنها اتلغت في بعض الجامعات التانية بنسبة كبيرة. اتس يوسلس لاكتر من سبب، لانك انت ممكن وانت خريج قسم المحاسبه انك تشتغل في مجال اداره الاعمال. انا شخصيا خريج قسم المحاسبه واوريدي بشتغل في مجالات اداره الاعمال والدنيا مشيت، ولكن بعدها خدت بقى دبلومات وماستر في مجال اداره الاعمال عشان توازن الشهاده بتاعتي، فاتس يوسلس يعني ملهاش اهميه. فانت ممكن تشتغل في مجالات اداره الاعمال لو انت حابب مجالات اداره الاعمال وادخل فيها، وعادي بيشتغل من قسم المحاسبه وكل حاجه. العكس هو اللي بيبقى صعب، ان حد خريج اداره اعمال وعاوز يشتغل في المحاسبه، لا اغلبيه الاماكن بتطلب ان هو يكون خريج قسم المحاسبه، ففي هذا الوضع بيكون في اشكاليه، والدبلومه ما بتغنيش عن المؤهل الاساسي في قسم المحاسبه. لكن انت بالنسبه لك الموضوع اسهل وايسر، لكن نصيحتي حاول بس انك تركز على ان السي في بتاعك يكون خريج كلية التجارة جامعة كذا سنة التخرج، بلاش بقى تذكر انك شعبة محاسبة وبحب المحاسبة وانت اصلا مقدم على وظيفة ادارة اعمال، يعني خليك ذكي وانت بتعمل السي في وانت كمان بتشرح فيه الانترفيو. طب لو سألك انت خريج قسم ايه، اقول له ادارة اعمال، لا ما تكذبش، ولكن انت وانت رايح قول له انت ليه مهتم بمجال ادارة الاعمال، وتوقع ان هو يسألك انت ليه عاوز تسيب مجال المحاسبة. فده سؤال لازم توضح الرد عليه، ورد عليه المثالي انك تقول له انت ليه بتحب المجال وليه شغفك فيه و فضع ده في الاعتبار، وبالتوفيق بإذن الله.